وكل شيء. من قدوتك الإعلامية؟ صراحة تبعه تحت الضوء زايد بن صابر. إيش أنجز فيه زايد عشان يكون قدوة لك؟ مش تحكما على زايد، لكن أنا أسألك الآن إيش الشيء اللي شفته فيه زايد ملفت فأصبح قدوة لك؟ أشوفه أنجز كل شيء بالنسبة لي. كل شيء؟ نعم. بالنسبة لك أنت؟ نعم. يعني طموحك محدود؟ لا. إذن؟ بس أشوف زايد وصل لمرحلة الملايين من الأشخاص ملايين؟ نعم. جميل. ملايين من الأشخاص يتمنون يوصل لمرحلة يوصل لها. أبرزها؟ وصوله للبرنامج، وصوله للنهاية، واستمراره في الإعلام. استمراره؟ نعم. والصوت الخلاب. خلاب؟ فأشوف زايد بن صابر. إيش أخذت من هذه الأشياء إلى الآن؟ أخذت من زايد بن صابر أشوف أنه يملك الصبر. فهذا الشيء اللي خذيته، هذا الشيء بالتحديد، الصبر، أن الواحد يصبر، يصبر لين يحقق حلمه. تتوقع أنك بتحقق حلمك؟ نعم. زايد ما حقق حلمه؟ أشوف أنه حقق حلمه، لأنه وصل للبرنامج، وصل للشيء اللي هو يبغاه، اللي الناس يتمنونه، وتعداه وخلص. هل ممكن تتجاوزه؟ أنا أعتقد. إيش؟ أعتقد. ليش ما أنت مؤمن؟ الاعتقاد يعني شك. مؤمن، بس كل شيء، هذه الأشياء هذه كلها ترتبط بالله سبحانه. كلها ترتبط بالله سبحانه. هذا مش جواب، إنه لأنه هذه مسلمة، شيء مسلمين له إحنا. لكن ليش إلى الآن سعد يعتقد؟ ليش عايش في هذا الشك؟ لو اسمعني يا أبو سعد، أنا قاعد أسمعك الحلقة. أنا لو اللي إيش اسمه؟ لو إشي بيدي أنا كان وصلت وخذت المركز الأول. إذا من هو بيده إذا ما هو بيدك؟ بيد الله سبحانه وتعالى. مؤمنين بهذا الشيء. وبعدها بيد البرنامج. البرنامج ما له يد. كيف ما له يد؟ أنت البرنامج وأنت.